وفي سياق ذي صلة أكد قطاع الشؤون العامة والحكامة أن وضعية تموين الأسواق عادية فيما ظلت أسعار أغلب المواد مستقرة. وأوضح القطاع في بلاغ له أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا باستثناء القطاني سجلت عموما استقرارا في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر. وأكد المصدر أن الحكومة اتخذت بخصوص هذه المواد إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح أبريل المقبل على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب، وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى غاية 15 من يونيو المقبل، مبرزا أن هذه الإجراءات سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسن بوسلمام مدير الأسعار والمنافسة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. مساء الخير سيدي، كيف حال الأسواق اليوم؟ طبعا هناك تطمينات بخصوص استقرار السلع، هناك بعض الارتفاع في بعض المواد والمنتجات الغذائية. مساء الخير. بالفعل كما جاء في البلاغ فالحمد لله الأسواق الوطنية تعرف زعما تموين جيد، بحيث أن العرض يفوق الطلب، وهاد الوفرة ديال المواد كان عندها تأثير على الأسعار كما جاء في البلاغ، بحيث أن مثلا فيما يخص الخضر الفواكه فعرفات الأسعار ديال هاد المواد المنح التنازلي اللي استمر من الأسبوع الماضي وكيستمر حتى نهاية الأسبوع اللي فات وغيستمر إن شاء الله هاد الأسبوع هذا، بحيث سجلنا أن الانخفاضات بلغت تقريبا حتى 10% في بعض المواد. وكما جاء في البلاغ لاحظنا كذلك كاين بعض الارتفاعات خاصة في القطاني الحمص وخاصة اللوبيا البيضاء. وهنا كما جاء في البلاغ يجب التذكير بالقرار الحكومي متعلق بتعليق الرسوم الجمركيه ابتداء من فاتح ابريل على القطاني. هذه الرسوم الجمركيه اللي كانت النسبه ديالها تقريبا 40% واللي غيكون هذا التعليق عنده تاثير ايجابي سواء على التموين بحيث غيكون تسريع ديال الواردات وكذلك على الاسعار، وخاصه ان هذه المواد هذه خاصه القطاني تستهلك بكثره خلال شهر رمضان الابرك اللي غيدخل علينا ان شاء الله بالخير من اقل من شهر ان شاء الله. سيد بوسلمام، هل ما بدل من مجهودات اليوم؟ طبعا نحن نعيش ظرف استثنائي، ظرفيه عصيبه قطعت الطريق امام المحتكرين والمضاربين، وبالتالي الاسواق هي تحت السيطره وفي جميع ربوع الوطن. بالفعل هناك عملية مراقبة مستمرة وصارمة فيما يخص المراقبة، بحيث أن كما جاء في التقرير ديالكم جاء في البلاغ فقد تم تسجيل العديد من المخالفات والعديد من نقاط البيع على الصعيد الوطني تقريبا 768 مخالفة في مجال الأسعار، وحجز 3.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك وتقديم المخالفين لتتبع المسطرة الجزائية ضد المخالفين. وهنا لابد أن نؤكد أن اللجنة تركز على الصرامة في مجال المراقبة، بحيث أن لازم احترام المساطين المعمول بها وكذلك المقتضيات القانونية المتعلقة سواء قانون حرية الأسعار المنافسة أو قانون حماية المستهلك. طيب من جانب آخر كما جاء على لسانكم هناك مسألة المخالفات، وتعرفنا على أنواع هذه المخالفات من حيث الجودة، من حيث التلاعب في الأثمنة، من حيث كذلك بعض المحاولات لاحتكار السلع. هل لاحظتم ارتفاعا يعني من خلال هذه المخالفات التي تم ضبطها؟ هل هناك يعني بعض الأشخاص الذين حاولوا استغلال الظرفية من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة ومن أجل فعلا خلق حالة الاستقرار في الأسواق الوطنية؟ بالفعل كان بالفعل تم تسجيل بعض المخالفات كما جاء في البلاغ وتقديم المخالفين. هل الوتيرة كانت يعني أكثر أو أكبر، أو أن الضبط هذه المرة كان بإيقاع أسرع وكان أكثر نجاعة؟ لا كان أكثر نجاعة، بحيث أن عملية مراقبة تسير بطريقة تنسيقية على صعيد جميع العملات والأقاليم ديال المملكة سواء في مجال الأسعار أو في مجال الجودة.
ويتم يعني زجر كل مخالف سواء فيما يتعلق الأسعار لأنه مرتبط كذلك بالجودة. هنا لازم نأكد بأن هناك صرامة في مجال زجر المخالفين. مسألة إتلاف 43.6% من الطن من المواد التي كانت يعني مفتقدة للجودة وتشكل خطرا على صحة المواطنين إذا ما تم استهلاكها، توضيحات أوفى في هذه النقطة. ملي كنقولوا إتلاف ديال المواد يعني ما كيتمش غير إتلاف ديال المواد، ولكن كذلك تتخذ إجراءات قانونية وتنظيمية ضد المخالفين بحيث كتحرر محاضر الضم وكيتقدموا للعدالة. كان طبعا من المهم أن نستضيفكم اليوم، من المهم طبعا أن نسطر على هذه الرسالة، رسالة تحذير إلى كل المضاربين والمتلاعبين بالأسواق في هذه الظرفية العصيبة والحرجة التي تمر منها بلادنا. إذن يعني سيتم الضرب بيد من حديد. شكرا لك. شكرا لك السيد حسن أبو سلمام، مدير الأسعار والمنافسة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات.